de ce fruit défendu. Un seul rêve dangereux de la nuit, et un rase jusqu'à la lumière qui lui. J'adore le goût de ce fruit défendu. مشاهدينا، يعني هاي اللوحة الفنية اللي كنا هلأ عم نتابعها هي من ضمن إنجازات ويعني أنشطة ورسالة أيضا فرقة الإثنو جاز اللي رح نتعرف عليها اليوم من خلال الملحن والمؤلف الموسيقي وعازف القانون أيضا اللي شفناه عم بيعزف يعني من خلال الأغنية، واللي رح يكون عندهم ضمن فعاليات مهرجان جرش، فعالية في غاية الروعة، غاية الاختلاف والتنوع الإيجابي، اليوم مساء على 8:30 إن شاء الله. باسمكم مرحب بأسامة عبد الرسول، أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك. أهلا وسهلا فيك أسامة. أهلا بيك، شكرا. يعني شفنا هيك فقرة في غاية الجمال، يعني أنا بستمتع كثير يعني بهذا اللون رائع. وفرقة عالمية أنتم بالنهاية، حضرتك بابلي الأصل يعني عراقي الأصل. تعرفنا على حضرتك وعلى إثنو جاز. اسمي أسامة عبد الرسول، أنا مولود في مدينة بابل أصلا، وتركت العراق يعني في سنة 93 وجيت إلى الأردن، والحقيقة حياتي الفنية بدأت من الأردن من عمان، وانطلقت إلى أوروبا. فمن ناحية السفر باعتقادي أكثر من نص العالم سافرت، فيعني صعب أنه أقول كل، بس ممكن نختصر. بس أنت مقيم ببلجيكا. أنا مقيم في بلجيكا بس يعني قدمت عروض في المكسيك، كولومبيا، هافانا، أوروبا كلها، من البرتغال إلى فرنسا إلى ألمانيا إلى الهند إلى الدول العربية، الكويت، الخليج، القاهرة، وأكيد تونس. يمكن ما شاء الله، وأكيد يمكن كل بلد زرتها رجعت حطيت لمسة معينة يعني يمكن لتأليفك أو تماماً. غيرها. اليوم شو خصوصية إثنو جاز؟ هو كلمة أثنو يعني أو أثنك يعني هو مثل ما قلتيها أنت، يعني أنت الحقيقة عملتي موجز لما راح أقوله، يعني إنه واحد يتعلم من كل عرق، من الجزائر شيء، من تونس شيء، من الأردن شيء، من الكويت شيء، من المكسيك شيء، من كولومبيا شيء، من ميزيت ميوزك من فرنسا. من فحبيت أخلي هذا الشكل بس نمزجه شوية بشكل ويا جاز ميوزيشن. حلو. والجاز ميوزيشن معروف انه يعني هم شاطرين جدا بالارتجالات الموسيقيه. صح. فحبينا يعني نعمل بالفعل يعني لقاء عميق. اسم المشروع جديد. الحقيقه فكره جديد يعني، لان انا تركت وطني من زمان وصعب كان، تعرفون ظروف العراق انه الرجوع، فكان لازم ابني جذور اخرى في مكان ما يعني. فالجذور الأخرى هي مو نفس الجذور اللي من العراق يعني، بس جزء بها من العراق جزء. فحبينا نسوي شيء يعني هاي الجذور تخلق أشجار جديدة، لون جديد، فن جديد، سلام بتأدي لسلام. تمام. يعني جذور أممية. صحيح. يعني بتأدي لسلام وحوار. يعني مثل هالحوار شفنا الراقي ما بين الآلات الموسيقية، يكون في هذا الحوار ما بين الشعوب. تمام. بعيدا. صحيح. عن الاختلافات. أستاذ أسامة، أنت كمان يعني اللمسة هاي اللي كانت موجودة بالإثنو جاز أنا شايفة كمان بفرقتك، حتى الفرقة كمان من عدة دول، أنت كمان يعني المطربة أو مثلا الفنانين اللي معك على الأوركسترا كل واحد من بلد، كيف أنت مثلا قدرت تجمع هاي الفرقة وعلى ايش تعتمد؟ والله هو سؤال حلو. المغنية هي مغنية أوبرا أصلا،
بلجيكية الأصل. بلجيكية بس معناها بتغني عربي أزبار. بتغني عربي فرنسي إيطالي إسباني. بس بالمشروع الآن راح نقدم ثلاث لغات، هي اللغة العربية فرنسية. واللغة الفرنسية واللغة الإسبانية اللي نقدم بها، راح نقدم جزء من شعر بابلو نيرودا وحبينا نقدمه باللغة الأصلية، يعني إنه يكون يعني الناس يحسون لون الكلمة نفسه. يعني الكلمة كذلك هي لها لون يعني أو بالضبط. فمن تترجم هو حلو بالترجمة بس مو نفس الشيء باللغة الأصلية. مع عازف الأكورديون، فهو عازف واحد من أهم عازفي الأكورديون بالعالم بالحقيقة، يعني يعزف جاز وكلاسيك وبيج ستار. أما عازف الإيقاعات هو من كندا، وبالصدفة كان أنا عندي استوديو تسجيل موسيقي، فكان عندي إنتاج مشروع فلامنكو ميوزك وهو كان العازف الإيقاع وعجبني كثير جدا، فعملنا مع بعض شغل كثير وأنا فرحان جدا بالموضوع يعني. طبعاً. أما عازف التشيلو فهو بلجيكي الأصل، دارس كلاسيك وبعدين انتقل إلى جاز تشيلو، ومن العازفين النادرين أنه على آلة التشيلو يعزفون جاز. يعني معظم آلة التشيلو مستخدم بالدول العربية كآلة لحنية وبالغربي كموسيقى كلاسيكية. وعازف القانون أسامة عبد الرسول، أنا على العروبي حتى النخاع يعني الأممي. طيب اليوم الجاز بتعرف يعني له جمهوره. صحيح. قد يكون المختلف النخبوي يعني نوعا ما. شو بتحكي للناس اليوم أيضا عن خصوصية موسيقى الجاز وخاصة بالأسلوب والمزج اللي أنتوا عاملينه بإثنو جاز؟ هو يعني فكرة يعني الجاز هو أصلا عربي، يعني يعني ربما هو يعني مصطلح كبير انا اقوله، بس يعني ربما ناس ياخذون بس بالواقع شكل الاغنيه العربيه الاصليه هو نفس شكل الجاز. الجاز يبدي في ثيم رئيسي وبعدين تبدي ارتجالات وبعدين يبدون تنويع على الارتجالات وبعدين يرجع الثيم يعود من جديد. قصدك عن الطرب الأصيل العربي. تمام. الأغاني اللي بتقعد مثلا فيها ميوزك كثير مدتها بعدين الكلمات بتدخل وشرات اللي زي. تمام. احنا راح نقدم في نفس الاتجاه، يعني الاتجاه انه الانسان مو يسمع اغنية طقطوقة 3 دقائق وتخلص. بالضبط. يجب المستمع ان يتعلم كذلك ان يستمع الي وإليك وكذلك يحس كل نغمة من بدايتها الى نهايتها، وكل مقطوعة راح نقدمها لها قصة. يعني والقصة يعني ما تبدي بجملة وتنتهي بسرعة، يعني فالجو مو فقط يتغير بالكلمات، الجو يتغير كله حتى الرقص وعنف وبعدين ترجع حنية وحب و تاخذك بتجيبه الواحد. تعرف الجاز يعني هي ثقافة مهمة جدا، ثقافة الموسيقى قد ايه بتعلم، قد ايه بتنور، قد ايه بتوعي عن يعني ثقافات شو بتنظف الروح، يعني بعيدا عن هاي مثل ما حكيت يعني الاغاني السريعة اللي عم تزعج عم بتلوثنا. احيانا بتزعج يعني احيانا حلوة يعني مزبوط. بس الها جوها بس مو معنى انه تضغي على الاخر. صح اكيد. تضغي على يعني حلو انه يكون موجود هذا النوع، وكذلك حلو انه يكون النوع الاخر. صح. وكذلك الموسيقى الكلاسيكيه التقليديه كذلك تكون موجوده، كل واحد لازم يكون. بس زي ما حكيت مش تطغي، مش تصير ثقافه الاجيال هلا انه ما يقدرش يعني يقعد مثلا بكونسرت فردا او خلافه. عندي مره صديق هو يعني عرفها لي، قال لي يسميها أغنية الساندويتش، لأنه الساندويتش تأكل بسرعة وخلص وترميه وراك يعني. فالأغاني كأنه هيك صار، بس إحنا ما نريد نعمل هيك يعني، نحب نعمل يعني شوية صحيح شيء يبقى. طبعا. صحيح. احكي لي أستاذ أسامة، أنت أول مرة بتعمل حفل فني خلينا نحكي بالأردن هون موجود؟ لا أنا قدمت في جرش في أعتقد 2003 بس مو مع فرقتي، يعني كنت يعني دعوني كعازف سولو. بس مع فرقتي ومشروعي لأول مرة في يعني إن شاء الله، وإلي شرف كبير يعني حقيقة، لأن بديت من هنا وإنه أجي أقدم. طبعا وإحنا متشرفين. الله يخليك يعني بهاي الثقافة أيضا الموسيقية. اليوم على 8:30 بالمسرح الشمالي، مسرح الملكي. مسرح أنا آسفة مشان هيك كان لازم يعني أسألك. طب اللي بدي أسألك إياه، قدي في بتشعر اهتمام بالموسيقى في الدول الغربية أكثر من عنا، وشو اللي خلانا نوصل لمرحلة يعني الناس يعني حتى يعني يا إما مثلا بتسمع شغلات سريعة أو بتخاف أو بتحرم حتى الموسيقى؟
بالرغم انت حكيت يعني الموسيقى بتوحد الاصل تماما. من ناحيه الغربيه الموسيقى شيء مهم جدا يعني لدرجه ما تتخيليه في الواقع. يعني مثلا انا قدمت عرض الى ملكه هولندا. ملكه هولندا بعد العرض تجيني للغرفه طبعاً. هي والاميره والامير يصافحوني يقول لي ممكن ندعيك انه تجي معي لحفلتي وندخل الحفلتها كلهم رؤساء وزراء. بمعنى اهميه الفنان اهميه خصوصا الموسيقيه اهميه كبيره. وكذلك يدفعون بكل الاتجاهات من ناحيه ماليه يدعمون من ناحيه يعني معنويه كبيرة. كذلك من توصل هناك مثل ما قلت مسبقا انه في ستايلات انواع مختلفه من الموسيقى كل واحد له خطه بس ممكن كذلك يعني هذا الخط يدخل على هذا الخط يعني فالتعلم كبير وسريع هناك. وهذه هذا الشيء الرئيسي من ناحية الغربية. يمكن هذا الموضوع لحاله يعني بده العديد من الحلقات احنا لازم نختم. بس انت رفضت انك تعزف في دولة يعني في فلسطين المحتلة تحديدا. انا بحب بس ب30 ثانية تحكي عن هذا الموضوع لانه الدعوة اجت من الكيان مزبوط تماما. انا دعاني شخص قائد اوركسترا انه اجي كسوليست والحقيقة انا قلت له اوكي ما عندي مشكلة بس ما اعرف مين. بعدين من وافقت قال لي لا احنا حابين نقدم يعني في بالبلد المحتل لإسرائيل. انا هنا وقفت عندي شعري وقف واحد متر الى الاعلى اسودت الحياة. نعم الحياة. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي بتعزف فيها في فلسطين وهي حرة وهي دائما باذن الله حرة الفلسطينية ان شاء الله. اكيد شكرا جزيلا. شكرا سام عبد الرسول. ان شاء الله كتار بيكونوا اليوم عم بنتظروا فنك الراقي. الله يخليك. شكرا فيك. جزيلا يعطيك الف عافية واهلا وسهلا فيك. الله يعافيك. شكرا. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام فقراتنا وحلقة حلقة اليوم من حديث اليوم. وبحب أذكركم بنهاية البرنامج بإيميل برنامجنا اللي بحب يتواصل فيه وبهمنا كمان أنكم تتفاعلوا معنا من خلاله اللي هو h.aliom@alurdan.com. كنت أنا وزميلتي هناء العرج. إن شاء الله نكون 3 ساعات قدمناهم فيهم المعلومة الطيبة واستنونا بكرة إن شاء الله على نفس الموعد مع حلقة جديدة في أمان الله.